لا شك أن الخطر كبير، ولذلك نقول أن التعريف الصحيح للتوحيد هو ما بيناه في ذلك، ولا بد أن يتعلق أيضا من خلال التوحيد. عندما نقول ذلك أيضا نقول أيضا البراءة من الشرك وأهله، لا بد أن نتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. هناك البعض يفسر التوحيد، يقول أنه التوحيد يفسر يذكر التوحيد، يقول أنه الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. هذا تعريف، يعرفون التوحيد بهذا التعريف. هل هذا التعريف صحيح؟ التعريف يقول الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. نشوف واحد طيب وش ينقص هذا التعريف؟ هنا ذكر توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولم يذكر الأهم هو توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم نعم، وهذا هو الأهم. هم الآن ينشرون مثل هذا الشيء، لماذا؟ لأن إذا نشر مثل هذا الأمر مع ما أكدت عليه أكثر من مرة وما يتعلق بالإرجاء تحقق المطلوب، لأن إذا تحقق الإرجاء لم يكن هناك أي عبادة، ما نحتاج إذا ما تصلي أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت ما تصوم كامل الإيمان، ما تحج كامل الإيمان، يعني تعبد الشجر تعبد القبور كامل الإيمان. سبحان الله، يعني شيء عجيب هذا. إذا ولذلك هم الآن يحاولون أن يجعلوا هذا التعريف مع ما ينشر فيما يتعلق بالإرجاء لضرب هذا الدين. ولذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء وهم يحاولون أن يروجون إلى مثل هذه المسائل، لا شك أن الخطر كبير. ولذلك نقول أن التعريف الصحيح للتوحيد هو ما بيناه في ذلك، ولا بد أن يتعلق أيضا من خلال التوحيد. عندما نقول ذلك أيضا نقول أيضا البراءة من الشرك وأهله، لا بد أن نتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك.